حقيقة هذا المسجد من المساجد الأثرية العتيقة العريقة في غزة هاشم، وما سميت غزة هاشم إلا لوجود هذا المسجد وهذه البقعة المباركة الطاهرة فيها. إن سألت عن سبب تسمية البلد بهذا الاسم لوجود هذا المسجد، فالكثير من الناس القادمين من الخارج يسألون لماذا سميت غزة هاشم بهذا الاسم، فلابد من حدث أو لابد من مسمى عظيم لهذه التسمية، وهو مسجد السيد هاشم. فيأتي الناس ليتعرفوا على هذا المسجد ويتعرفوا على حضارته وعراقته وأصالته وتاريخه. بداية، إن سألت أين يقع، فهو يقع في أقدم الأحياء في مدينة غزة، وهو حي الدرج، وسمي بهذا الاسم لأن الدرج يحيط بالمسجد من الجهة الغربية، حيث يؤدي إلى النزول إلى حي آخر وشارع آخر خلف هذا المسجد، درج عظيم كبير وطويل، فسمي حي الدرج لوجود أكثر من مكان فيها درج في هذا المربع وفي هذه المنطقة. إن سألت عن حضارة وأصالة وعراقة هذا المسجد، فمسجدنا عمره 730 عام تقريبا، وإن سألت عن مساحته فمساحته 2300 متر مربع. أما عن بنائه وتشييده وحضارته، فبني هذا المسجد على أنقاض كما يقول المؤرخون ضريح هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتي لتجارة له إلى بلاد الشام، فشاء القدر أن يموت هنا ففي غزة العزة، فدفن في الجهة الغربية الشمالية للمسجد كما يرجح المؤرخون، ولم يبنى المسجد على أنقاض القبر. المسجد هذا والحي هذا اسمه حي الدرج، وهذا مسجد السيد هاشم بن عبد مناف، وسمي المسجد هذا مسجد السيد هاشم بن عبد مناف لأنه كان جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء كان في رحلات من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، فإذا في القرآن لإلاف قرشي إلى في الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البلد الذي أطعمهم جوعا من خوف. هذه رحلة الشتاء والصيف كانت من السعودية إلى بلاد الشام، فكانت غزة ممر للقوافل، وكانت غزة مدينة قديمة وعريقة، هي تأتي غزة بعد مدينة أريحة في القدم، إلا أنه هذا حي الدرج بيمتاز في أنه هذه منطقة مرتفعة في قطاع غزة، واختير هذا المكان، فكان هنا يسكن هاشم بن عبد مناف، سكن في المنطقة هذه، فجاءوه من بلاد الشام من بلاد الحجاز، فقال له نريد أن ترجع إلى بيتك، قال له لا أريد فأنا باقي هنا، فمسك رمحه وغرسه في الأرض، فغز رمحه في الأرض، فقال هذه غزة، أي يعني أنا غازز في المنطقة هذه ومش هتحرك، مبسوط هنا. وفعلا سميت غزة هاشم من بعد ما مات هاشم بن عبد المناف، ودفن في هذا المسجد. فهذا المسجد له يعني روحانية خاصة، له فعلا يعني تحس إنه في شيء من النبوة. في هذا المسجد في غرفة في الزاوية الشمالية الغربية تحوي جثمان أو قبر السيد هاشم الذي سميت غزة باسمه غزة هاشم. هذا المسجد العظيم كما ترون عظمة البناء فيه، هذه القبة التي تتراوح قطرها ما بين 8 إلى 9 أمتار، وفي الخارج هناك 16 من القباب، وهناك أعمدة حوالي 13 عمود.
بني المسجد في عهد المماليك في العهد العثماني. إن سألت عن غرف هذا المسجد فغرف هذا المسجد 15 غرفة وهي غرف صغيرة كانت مأوى لطلاب العلم في الأزهر في الستينيات والسبعينيات، فكان طلاب العلم يبيتون في هذه الغرف ليلا ويسيرون لطلب العلم في الأزهر الشريف نهارا. معظم من كان يبيت في هذه الغرف هم الآن محاضرون وأكاديميون في الجامعات وغيرها، أصبح لهم المكانة المرموقة والكلمة المسموعة في هذا المجتمع. إن سألت عن دور الغرف الآن فهي تؤدي نفس الدور الذي كان يؤدى في الستينيات والسبعينيات. هذا مسجد قديم طبعا بني قبل ما أن أولد، ولكن أنا ما كنت أسمع من كبار السن يقولون إن هذا المسجد كان في منطقة نائية، فلما بني المسجد فأصبحت الناس تأتي حوالين هذا المسجد للتبرك والتقرب والعبادة. هذا المسجد فيه لواوين، ويمكن أنتوا شفتوا صورتوا هذه اللواوين، أو كان عبارة عن مدرسة لأهل الحي، كان كتاب كانوا يعلموا القرآن ويعلموا القراءة والكتابة والحساب. فهذا المسجد كان حتى في الحروب كانت الناس تلجأ إليه وتأوي إليه وتدخل في هذه الغرف وتتحصن وتسكن حتى تنتهي الحروب، وكان هذا عبارة عن ملجأ للناس. حتى كان في تكية في هذا المسجد، أصحاب الناس الفقراء أصحاب العوزة كانوا يأتون هنا ويأكلون ويشربون من هذا المسجد. هناك كان تجار أهل خير كانوا يصنعون الطعام ويوزعونه على إيش؟ على الناس المحتاجة. إن سألت عن أعمدة هذا المسجد فأعمدته صخرية في ساحة المسجد جاءت من تركيا عن طريق البحر. إن سألت عما يعلو هذه العمدان فيعلوها اللي هو تيجان، وأسفل هذه التيجان وأعلى العمدان طوق حديدي حتى يقوي ويرسخ ويضبط عملية القوة التي يحملها هذا العمود من القباب في أعلى كل غرفة من غرف المسجد. إن سألت عن ساحة هذا المسجد فساحته فيحاء عظيمة كبيرة، وبني المسجد على 3 مراحل، ولها مرحلة بناء الضريح والغرفة التي يسكن فيها هذا الضريح، ثم الجهة الشرقية للمسجد وهي بيت الصلاة، ثم البناء الثالث كان توسع لبيت الصلاة من الناحية الجنوبية. إن سألت عن ساحة المسجد فساحته فيحاء كبيرة عظيمة، قلت مساحة مسجدنا 2300 متر مربع. طبيعة الحال هذا المسجد يعني عريق، والحي اللي هو فيه من أقدم الأحياء في غزة، اللي هو حي الدرج. حي الدرج معروف بأنه تاريخيا من أقدم أحياء غزة. إن سألت أيضا عن ساحة المسجد في الحرب العالمية الأولى تعرض إلى قنبلة مما أدى إلى تصدع كثير من ساحة هذا المسجد وشقوق أيضا في الأعمدة والقباب المحاذية لهذه الأرض والقريبة منها، مما حث المجلس الأعلى الإسلامي أن يعمل على ترميم ما تصدع من بنيان هذا المسجد، فعملوا على ترميمه وإعادته كما هو. لم يكن للمسجد دور فقط في الانتفاضة الأولى بالنسبة للشهداء ولا للصلاة عليهم، ولكن دور المسجد كبير وعظيم عبر محطات كثيرة، سواء كان في الانتفاضة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو كان في الحروب 3 الطاحنة التي مر بها شعبنا. فكان مسجدنا حقيقة يعني دائما يعمل على تجسيد أواصر وروابط الأخوة والمجتمع، فما ندري أو نعلم أو نشاهد أو نسمع بأن فلانا قد توفي حتى ميتة عادية أو مرض أو مات، إلا نجد أن المسجد وأهله ورواده من يساهمون منذ اللحظة الأولى والوهلة الأولى لنشارك الناس بمصابهم الجلل ونكون جنبا إلى جنب معهم. وكان هذا ماضيا في الانتفاضة الأولى وفي الثانية وفي انتفاضة القدس والأقصى، وكذلك في الحروب 3 الطاحنة. وأذكر أننا في الحرب الأولى وفي الحرب الثالثة كنا إذا ما انتهينا من مواراة شهيد رجعنا
فإذا بها لحظات حتى يحضر شهيد آخر ونصلي عليه ونشيعه وهكذا. الحقيقة كل من أتى إلى هذا المسجد يستشعر بأن له روحانية خاصة، سبحان الله، عداك عن أنه يعني صرح من البناء العظيم يتجاوز عمر هذا المسجد فوق 730 أو حوالي 40 عام، بني من ذاك العهد. بطبيعة الحال المسجد هذا يؤم كثير من الناس، محبوب لكثير من الناس، حتى زواره من غزة ومن خارج غزة يأتون لمشاهدة هذا المسجد والصلاة فيه. كان بيجي على هذا المسجد هنود، كان بيجي على المسجد هذا باكستان، كان بيجوا أفغان وبنلتقي معهم باستمرار. كان يا ما كان في أسبوع يخلو هذا المسجد من الزيارات.